ما هي رقبه ممتلئه، الغلو ممتلئ. مناقشه نستكمل الموضوع، انا الموضوع مهم جدا، ياتي في توقيت موسم الحج، وهي التهديدات الايرانيه، وايضا في زمن الثورات العربيه، تحذيرات، ردود، تجاذب بين تصريحات سياسيه هنا وهناك. ناقشنا في الجزء الاول بعض المعلومات مدى ممكن يصير شيء او لا. الحقيقه كان المفروض يكون معي من البدايه الدكتور صدقه فاضل، ولكن لظروف الى الان لم يصل للاستوديو، اخذناه هاتفيا، ان شاء الله نشوفه بعد شوي. اهلا وسهلا بك دكتور. ابدا معك من تصريح الرئيس الايراني الذي اكد فيه ان موسم الحج هذا العام سيكون مختلف. البعض نظر اليه على انه تهديد مبطن بتحويل الحج الى ساحه لرفع الشعارات السياسيه، كيف تقرا هذا التصريح وفي اي سياق يمكن فهمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احييك يا خالي واحيي الساده المشاهدين والمشاهدات، واعتذر لعدم التمكن من الحضور بسبب بعض الزحام في طريق مكه جده، ولكن ان شاء الله في المرات القادمه. لا مو مرات، انا انتظرك، يمكن انت تكلمني وانطلق الاستوديو، يمكن ها نلحق اخر عشر دقائق. احاول، انا ما زلت احاول. نعم. اقول ان هذا موضوع فعلا يستحق المناقشه، ويستحق وسائل الاعلام المحليه بالذات وغير المحليه يجب ان تركز على هذا الموضوع الذي يتكرر من عام لاخر، وهو ان يقوم او تقوم بعض الجهات او الدول الاسلاميه مع الاسف بالاعاز لمنسوبيها ومواطنيها او بعض مواطنيها باثاره القلاقل في اثناء اداء المسلمين لهذه الشعيره الاسلاميه الهامه. هذا موضوع يجب ان يناقش على اعلى مستويات المسؤوليه الاسلاميه بصفه عامه. يجب ان يمنع او تمنع هذه التحركات المشينه التي تسيء الى الاسلام اكثر مما تسيء الى اي جهه عربيه او اسلاميه اخرى. هذا الامر يسيء الى الشعيره نفسها، ويسيء الى سمعه الاسلام والى مكانته في العالم ككل. وبالتالي يجب ان تكون هناك اتفاقيه على مستوى الدول الاسلاميه بمنع مثل هذه الحركات المشينه اثناء اداء شعيره الحج المقدسه. طيب خلينا احنا بس نروح للمشهد. نعم. اللي يعني تخاف من الحجاج، تخاف من المملكه العربيه السعوديه، او ليست تخاف، يعني المملكه تريد ان يمضي هذا الموسم بسلام وبدون اي قلاقل او مشاكل. انت يعني اضافه الى انك عضو مجلس الشورى السعودي، من خلال تخصصك في علم السياسه اكيد انك انت تتابع الملفات الاقليميه وما يدور داخل ايران. ايران احيانا تتوزع الادوار في تصريحاتها، واحيانا تشعرك بانها مختلفه من الداخل. هل انت متابع الشان الايراني وكيف ينظر لحج هذا العام؟ هل عندهم خطه معينه؟ بالطبع هناك يعني مؤثرات ومتغيرات داخليه تؤثر على السياسه الخارجيه لجمهوريه ايران الاسلاميه، وهناك ايضا اوضاع في المنطقه. الوضع في سوريا على سبيل المثال يعني يحاصر إيران من عدة جهات، لأن سقوط النظام السوري الطائفي سيعني انتهاء النفوذ والتمدد الإيراني في شرق البحر الأبيض المتوسط. يعني محاولة إثارة مثل هذه القلاقل في أثناء فريضة الحج المظاهرات وغيرها هي بالواقع ورقة تعتقد إيران أنها ورقة تستخدمها ضد المملكة العربية السعودية والدول العربية التي تمانع وترفض التدخل الإيراني في الشؤون العربية. فهذا هو هناك. طيب عند هذا الموضوع تتوقع أن ما يعرف بالربيع العربي سيكون له انعكاسات على موسم الحج لهذا العام؟ هو لا شك، لكن انا يعني بقول انه ضروري. اولا المملكه العربيه السعوديه وحكومه المملكه العربيه السعوديه يعني مستعده لمواجهه اي شخص، وتعمل وتحرص كل الحرص كما نعرف على ان تسير
ويصير لا هذا الحج هذا العام كما هو في معظم العوام على خير وبهدوء وبما يمكن حجاج بيت الله الحرام الذين أتوا من كافة أصقاع الأرض من أداء شعائرهم الدينية بيسر. يا دكتور صدقة، هذا الأمر مفروغ منه. أنا كل التفصيل نعم. أنتم تقولون ذلك، نحن نعلم ذلك، المشاهد يعلم ذلك. أنا أريد أن أذهب إلى موضوع الواقع السياسي، كيف ممكن يؤثر على موسم الحج الحالي؟ إحنا نتكلم عن مرحلة مختلفة جدا. أتكلم عن الربيع العربي. نعم. أتكلم عن الربيع العربي لأقول أن معظم الثورات الشعبية التي حصلت في بعض الدول العربية أصبحت يعني تدعو بشكل أو آخر ما يسمونه برفع الواقع العربي والإسلامي التقليدي الموجود، ولذلك هم يريدون أو بعض القوى التي يعني تناصر ما يسمى بالربيع العربي تعمل على كما يقولون تحريك الأوضاع في اتجاه الفوضى في كثير من الدول، في بعض الدول العربية الأخرى التي لم طالها هذه الفوضى حتى الآن. هذا أمر أيضا مفروغ منه. طيب خليني أنا بس أقول لك الصورة شوي عشان نحللها سوا. أنا بعطيك نعم. مثل الآن تتذكر حادثة المعتمرين المصريين نعم. تظاهروا في تكسير مطار بسبب بعضهم يقول أن الخدمة كانت سيئة إلى آخره. بعطيك مثلا ليبيا عندهم عتب مثلا على المملكة العربية السعودية الثوار ورئيس الانتقال إن المملكة ما اعترفت فيه. أيضا حجاج إيران ممكن هي يعني تستثمر أو تستغل هذا الأمر لمصلحتها تحركهم عندما يكونون في موسم الحج. هذا في الواقع يعني أمر وارد، ويعني لا ما أدري ماذا أقول، ولكن هذا أمر يعود إلى السياسة الخارجية للمملكة. أنا أعتقد أن المملكة بسياستها الخارجية وخاصة نحو ما يعرف بالربيع العربي كان إلى حد ما لها سياسة، وهي أنها مع المطالب المشروعة للشعوب العربية، ولكنها ترفض الفوضى وترفض التدخلات الأجنبية. ربما فهم هذا لدى بعض الشعوب مثل الشعب الليبي والشعب المصري بأنه وقوف المملكة ضد هذه التحركات الشعبية، وهذا ليس صحيحا على إطلاقه، وإنما المملكة في الواقع هي ضد الفوضى وضد التدخلات الأجنبية، ولكنها تقف أيضا إلى جانب الحقوق المشروعة للشعوب. وهنا يأتي دور الإعلام السعودي، وتأتي أيضا يأتي دور وزارة السياسة الخارجية السعودية، يجب أن تعمل على يعني تطويق هذه المشاعر التي في الواقع تنعكس بالسلب على مكانة وسمعة المملكة، وإن شاء الله يعني نتمكن من توضيح أمورنا بشكل أفضل بحيث أننا لا نثير المشاعر ضدنا بدون وجه حق. يعني أنا كما ربما فهم موقف المملكة بأنه موقف معادي لمطالب الشعوب، وهذا في الواقع غير صحيح. فربما هذا يعود إلى تقصير إعلامي سعودي، ولكنه ليس صحيح على إطلاقه. وهذه الثورات الواقع يعني بس الشعبية دكتور صدق، مو بكل ما صار في تقصير ملف نروح نتكلم عن تقصير الإعلام في هذا الموضوع. الإعلام إذا عنده مادة يعني جيدة راح يتكلم، يعني أو عنده مسؤولين يستجيبون للبرامج ويحترمون الرأي العام أكيد راح يتكلم. نعم. صح ولا لا؟ نعم. أنت دائما ما شاء الله منطقي وكلامك صحيح دائما، وأنا يعني أعجب بطريقة تساؤلاتك المنطقية، وأتمنى أن أجيب على هذه التساؤلات بنفس المنطق وقصدي بمنطق صحيح وسليم. أقول أنني لم ألم فقط الإعلام، ولكنني ومن طرف خفي لمت السياسة أو بعض القصور في السياسة الخارجية للمملكة، وربما أنها اتخذت مواقف وسيئة فهمها، واعتبرت مواقف مناوئة للمطالب المشروعة لبعض الشعوب العربية، ومن هنا أتى بعض الحنق على 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 علينا بشكل أو آخر. ولكن كل هذا لا يبرر إطلاقا الفوضى
وإثارة القلاقل في الحج. الحج ليس ميدانا لتصفية الحسابات، وبالتالي هذا يجب أن يمنع، ويجب أن لا تصفى الحسابات على أساس أو في وقت أداء الحجاج لهذه الشعيرة المقدسة. نعم الدكتور صدقة فاضل، شكرا لك، عضو مجلس الشورى السعودي، شكرا لك الحقيقة على يعني تلبية الدعوة، كنا نتمناك معنا في الاستوديو لكن الوقت خلص ولسه ما وصلت، أكيد المانع إن شاء الله خير. أيضا شكرا لرئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور أنور عشقي الذي كان معي هاتفيا، وأيضا شكرا للمستشار التحرير في جريدة الجزيرة الأستاذ جاسر الجاسر، وشكرا لكم أنتم ونلقاكم.